لو خرجنا من الملف اللبناني قليلا، هناك حديث دولي عن اقتراب ساعة الصفر التي ستزيح بشار الأسد ونظامه من على رقبة سوريا. ما مدى مصداقية هذا الكلام؟ وماذا يعني لك كلبناني وكعربي إزاحة بشار الأسد؟ يعني أولا انتصار كبير، حتى ولو يعني لا نعرف فعلا ماذا سيأتي بعد بشار الأسد، إنما ليس مهم، المهم هو بأن هذا الرجل وهذه العائلة التي تعايشت مع 9 رؤساء جمهورية أمريكية منذ نيكسون حتى دونالد ترامب، إذا يعني قمنا بتعداد الإدارات الأمريكية التي تعاقبت وبقاء نظام هذه العائلة قائما، هم تعايشوا مع 9 إدارات أمريكية، مع 9 رؤساء أمريكية، ليس صدفة. إذا تعايش هذا النظام مع 9 إدارات أمريكية يعني بأن هناك من همس في أذن 9 إدارات أمريكية الحفاظ على هذا النظام، وأنا أعتقد بأن لمدة طويلة حافظ على هذا النظام إسرائيل، لأن كان هناك تناغما وكان هناك يعني تنفيذ حرفي لإراحة إسرائيل. يعني منذ العام 73 لم يطلق الجيش السوري رصاصة واحدة باتجاه إسرائيل من الجولان المحتل، واستخدم حافظ الأسد الجنوب اللبناني لتحسين ظروف مفاوضاته مع إسرائيل، وبكل مرة كان يقول الإسرائيليين بأنه هو الضابط والآمر الناهي مع المقاومة الفلسطينية من جهة، ومن ثم مع حزب الله من خلال تحالفه مع الجانب الإيراني. والأخطر من ذلك بأنه ما مارسه هذا النظام بحقنا كشعب لبناني خلال وجوده في لبنان وخلال الحرب الأهلية، وما يمارسه اليوم بحق الشعب السوري مهين ويجب أن ينتهي. وسقوط بشار الأسد هو انتصار أخلاقي قبل أن يكون انتصار سياسي في المنطقة.